حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نرسل ونستقبل الفاكس، وكمان شوية اعدادات هنعرفهم مع بعض متعلقة بخاصية الفاكس في الطابعة الكاون MF 445 DW، وهي نفس الخطوات للطابعة الكاون MF 455 DW او اي برينتر MF نفس الديزاين ده لكن متوفر فيه جهاز الفاكس. اول حاجة هنعملها هنظبط اللغة بتاعتنا على اللغة العربية عشان تسهل لنا استخدام الفاكس، لكن لو انت حابب اللغة الانجليزية فما فيش مشكلة. اول حاجة هنختار المنيو، ثم نختار بريفرنسز، ثم نختار ديزيبل سيتنجز، ثم نختار لانجويج، ثم هندور على اللغة بتاعتنا اللي هي اللغة العربية ايات زي ما انت شايفين، نختارها كده ونختار يس. تم تكوين الاعداد كده، حولناها للغه العربيه. تاني حاجه هنظبط التاريخ والوقت عشان دي حاجه مهمه جدا في الفاكس. هنختار القائمه، هنختار التفضيلات، هنختار اعدادات مؤقت والطاقه، هنختار اول اختيار ضبط التاريخ والوقت الحالي. زي ما انتم شايفين ده الشهر وده اليوم وده السنه، فانا بس هظبط الوقت اللي هو الساعه. طب ليه ظبطنا التاريخ والوقت؟ انك لما بترسل فاكس في اخر الورقه بيجي اليوم والشهر والسنه والتاريخ اللي اترسل فيه الورقه ديت. تالت حاجه هنيجي للتوصيلات، ودي مهمه جدا وخلي بالك منها كويس قوي. اول حاجه دوت مكتوب عليه لاين، يعني بص مكتوب هنا او مكتوب هنا لاين، ده الخط الارضي اللي هيركب في الفاكس. تمام، ده الخط الارضي اللي هيركب في الفاكس. نبدا نوصله بالطريقه دي كده، والمدخل ده والمدخل ده لو حبيت توصل السماعه. تمام، بتجيب سماعه خارجيه وتوصلها بكل سهوله، وده في حاله انك لو عملت جهاز الفاكس ده مكالمات وارسال واستقبال فاكس، لكن لو هو جهاز فاكس بس بتسيبه زي ما هو كده ومش بتوصل سماعات. تمام كده، ثم بعد كده هنيجي نظبط شويه اعدادات موجوده في الفاكس. هنختار فاكس كده. تمام، طبعا لو انت عايز تظبطها دلوقتي جميع الاعدادات فهنظبطها مع بعض، والقائمه دي هتظهر لك لو انت اول مره تخش في قائمه الفاكس. هظبط الاعدادات الانيه، هنختار التالي، وهنا بيقول لك دخل رقم الخط الارضي اللي انت هترسم منه فاكس واللي انت وصلته بكابل دلوقتي حالا. انا على سبيل المثال هكتب اي رقم، ثم بنختار تطبيق، ثم بنختار التالي، وهنا بيقول لك اكتب اسم الفاكس، يعني مثلا انت هتسميه مثلا احمد السيد، فبالتالي لما اجي ارسل ورقه المستلم هيظهر فيه اسمي ورقم تليفوني، فانا هكتب اسمي مثلا اهو احمد عادي جدا السيد. تمام، مع العلم ان الاكس دوت بيمسح حرف حرف، يعني انا دلوقتي كتبت احمد السيد دوت ده بيمسح حرف حرف وده بيحول من كابيتال لسمول. تمام، ثم بنختار تطبيق، ثم بنختار التالي، ثم بنختار نعم عشان وصلت الخط، ثم بنختار لا، ثم بنختار هنا لا، ثم بنختار تطبيق، ثم بنختار انهاء، ثم بنختار نعم. تمام، وهي دي الواجهه الرئيسيه لارسال الفاكس. يعني لو رجعنا للقائمة الرئيسية كده، تمام، واخترنا فاكس، دي أول حاجة هتظهر لك وهي دي قائمة الفاكس. في خطوة كده عايزين نعملها مع بعض بسرعة، هنختار القائمة، هنختار إعدادات الوظائف، هنختار استلام وإعادة توجيه دوت، هنختار إعدادات عامة لفوديات، هننزل هنا عند متابعة الطباعة مع انخفاض خرطوش الحبر، نختارها كده ونخليها تشغيل أهي بالطريقة دي كده، وهنيجي هنا نظبط حاجة ثانية، هنختار القائمة، هنختار تقارير الإخراج، هنختار اعداد التقرير، ثم نختار تاني اختيار تقرير نتيجه ارسال الفاكس، اهي تاني اختيار دي هنخليها تشغيل، اهي تشغيل، ثم نختار تطبيق، ونختار تاني اختيار اللي هو تقرير نتيجه ارسال الفاكس والبريد، اهي نخليها تشغيل هي كمان، ونيجي هنا عند اخر حاجه تقرير نتيجه الاستلام دي هنشغلها هي كمان. تمام كده، يعني كده احنا ظبطنا جميع التقارير بحيث ان لو الفاكس ده وصل البرينتر هتطبع لك ورقه وتقول لك ان الفاكس ده وصل، ما وصلش البرينتر هتطبع لك ورقه وتقول لك ان الفاكس ده ما وصلش. الموضوع سهل كده. طب دلوقتي الورقه دي انا عاوز ارسلها دلوقتي حالا فاكس. تمام، عندك هنا مصدرين لارسال الفاكس، عندك جهاز الاي دي اف اللي هو جهاز الفيدر اللي بيشيل ما يقارب 50 ورقه اوتوماتيك ورا بعض. تمام، ده خاص بالاوراق فقط، وعندك المصدر الثاني اللي هو ازاز البرنتر او ازاز الفاكس عادي جدا، ده بيتحط فيه اي حاجه غير ورقيه زي كتاب، باسبور، بطاقه هويه، او ممكن تحط حاجه ورقيه عادي مش مشكله، بس لو حاجه ورقيه عندك جهاز الفيدر اسهل. تمام، اما حاجه ما بتتسحبش ورق من فوق يعني حاجه تخينه بتبقى على ازاز البرنتر. تمام، الموضوع بسيط كده. تمام، هنيجي نرسل ديت. اول حاجه هتعملها لما تيجي ترسل الورقه والشاه للاعلى كده، يعني الكلام للاعلى، ما ينفعش نحطها كده، لو حطيناها كده هتتبعت ورقه بيضاء لانك كده بتبعت لهم الظهر. هتيجي تحط كده على الوش وتوصلها لحد الاخر. تمام،
اسمع صد معايا كده، الصوت اللي تيت تيت ده معناه انك انت هترسل الورقه من فوق، تمام؟ وبتيجي هنا نختار الفاكس عادي جدا، وبنيجي هنا نختار فتح الخط اهي، سامعين الصوت ده؟ صوت الخط بتاعي. عايزين نعليه، نعليه من هنا كده اهو، ده اللي هو الزوار ده، او نبدا بقى نعليه هنا كده اهو، عالي جدا. نختار تاني مره فتح خط، هختار بقى اللي هو الخط بتاعي الرقم، ثم بعد كده هنختار اتصال كده اهو. بص لما ما اتبعتش حصل ايه؟ البرنتر طبعت لي ورقه وقالت لك ان هو ما اتبعتش اهو، بيقول لك ان ايه؟ تقرير خطا في الارسال، تمام؟ يعني كده ما اتبعتش اهو. ده اسمي زي ما انتم شايفين، ورقم التليفون، والتاريخ الارسال اهو. طب دلوقتي انا عاوز ابعت الفاكس بتاعي بالطريقه الصحيحه بدون ما يحصل له اي مشكله. الموضوع بسيط جدا، خلاص حطينا ورقه زي ما انتم شايفين، بنختار الفاكس عادي جدا كده، ونعمل فتح خط هنا، ثم نبدا نضرب الرقم بتاعنا كده، ونختار ارسال اهي او بدء عامه، تمام؟ انا في نفس الوقت موصل برنتر ثانيه عشان ترسل لي فيها الفاكس. اهو الورقه السحب عادي جدا كده اهي، البرنتر الثانيه هتطبع لي الورقه اللي بعتها اهي، الورقه اللي بعتها عادي جدا اهيت، وكتبت لي هنا احمد السيد، تمام؟ ورقم الفاكس اللي ارسل منه، تمام؟ والتاريخ الارسال، ويوم وسنه الارسال. ولو رجعنا للتقرير بتاعنا اتطبع لنا اهوت، وقال لنا ايه؟ اكتمل الارسال، تقرير نتيجه الاستلام، يعني كده اتبعت الفاكس بتاعنا، وكده اتعلمنا ازاي نرسل الفاكس. طب نقول خطوه على السريع كده، هنحط الورقه من فوق كده وشها الاعلى، تمام؟ ونيجي هنا عند الشاشه ونختار فتح وقفل خط، ثم نضرب الرقم، ثم بنختار بدء بعد ضرب الرقم، تمام؟ عادي جدا، وبننتظر لحد ما يجي لك الورقه ديت وتنطبع لك من البرنتر ويقول لك اكتمل الارسال. الموضوع سهل كده. طب دلوقتي انا عايز ارسل الورقه دي لكن على ازازه البرنتر، يعني من هنا بالظبط، تمام؟ هنحطها وكاننا بنصور. طبعا بدايه وضع الاوراق من السهم الاحمر ده اهو بالطريقه دي كده، تمام؟ يعني ما ينفعش يتعمل كده ولا يتعمل كده ولا يتعمل كده، بدايه اي اضافه اوراق من السهم ده كده اهي، تمام؟ هنقفل باب المسح الضوئي كده، ونيجي هنا ونختار الفاكس، ثم نختار فتح قفل الخط، نضرب الرقم بتاعنا عادي جدا كده اهو، ثم بنختار اي 4 اهو، زي ما شايفين الاسكانر ماشي، ده صوت الاسكانر عادي جدا اهو، ويقول لك هنا جاري الارسال اهو، هيطبع لك الورقه اللي انا بعتها من عزازه برنتر او زجاجه برنتر اهي، الورقه انبعتت اهي، وطبعا موجود فوق بيانات المرسل ورقم تليفونه والوقت اللي اترسل فيه، تمام كده؟ طب دلوقتي انا عندي اكتر من رقم مهمين جدا كل وقت او كل يوم ببعت لهم فاكس، تمام؟ فمش كل مره هكتب الرقم، تمام جدا كده، يعني مش كل مره هكتب الرقم بالكامل، عايز حاجه كده تختصر لي بحيث بضغطه واحده اقدر اختار المرسل. الموضوع بسيط، هنيجي هنا ونختار القائمه كده، ثم نختار دليل العناوين اهي، ثم نختار تسجيل الواجهه اهي، ثم نختار فاكس، هنيجي هنا عند الاسم ونكتب مثلا الاسم اللي انا هرسله او اللي هسجل له كل مره اهو، مثلا احمد كده اهو، انا هرسل لاحمد اهو، تمام؟ ثم بنختار تطبيق، ثم بتيجي هنا تحت هنا وتختار رقم الفاكس بتاعه، مثلا اهو 604 مثلا اهو، تمام؟ هختار تطبيق، يبقى انا كده كتبت اسمه ورقم تليفونه، هختار تطبيق مره ثانيه اهو، زي ما انتم شايفين اتسجل اسم احمد ورقم تليفونه انا هرسل له كل مره بضغطه واحده. طب ازاي ارسل له الفاكس؟ هنحط بردك ورقه كده زي ما احنا اتعلمنا، تمام؟ اهي زي ما اتعلمنا كده، الورقه والشال الاعلى، اما لو انت تحت هنا والورقه والشاهد الاسفل، ونيجي نختار فاكس، وبدل ما تضرب الرقم هنختار دليل عناوين اهوت، هتلاقي الاسامي متسجله، بتختار الاسم اللي انت عايزه كده وتختار تطبيق،
تمام اهو الاسم والرقم اتكتبوا تلقائيا، ثم نختار بدء. هتبدأ ترسل. او الفاكس عندي الناحية التانية اتفتح اهو. كل ده بنتعلم ازاي نرسل الفاكس. تمام الاستلام هنعرف دلوقتي ازاي نستلم الفاكس. ايوه الورقه اتبعتت لنا او زي ما انتم شايفين الورقه اتبعتت لنا. تمام بتقدر بنفس الطريقه كده انك تسجل اكتر من رقم واكتر من اسم عادي جدا، وبضغطه واحده كده تقدر تختاره عادي جدا بارسال الفاكس، وده في حاله انك عندك عميل يوميا او اسبوعيا بتبعت له فاكس. الموضوع سهل كده. طب دلوقتي هنتعلم ازاي نظبط الاعدادات اللي هنستلم الفاكس. الفاكس ده في منه اتنين او في منه اختيارين عندك، في منه فاكس فقط يعني ما فيش حد بيرد على المكالمه، يعني الخط ده خط فاكس، وده طبعا بيبقى في اغلب الشركات زي البترول الكهرباء الغاز الميه وكده، وفي بيستخدموا جهاز فاكس وفي نفس الوقت بيردوا على المكالمات. تمام فانت لو هتستقبل فاكس فهترفع السماعه وهتختار فاكس وهتختار بدء. تمام يعني هترفع السماعه وهتختار فاكس ثم تختار بدء ثم هتقفل السماعه، ده في حاله انك هتستقبل الفاكس يدويا. طب افرض لا انا عايز اخليه جهاز فاكس اوتوماتيك وهو هيبقى فاكس ومحدش هيرد خالص. هنيجي هنا عند القائمه كده ونختار اعدادات الوظائف، هنختار استلام، هنختار اعدادات الفاكس، هنيجي هنا عند اختيار اسمه رنين المكالمات الوارده. تمام هي متظبطه على اثنين، هحاول اوضحها لك. هي متظبطه على اثنين، يعني ايه اثنين يا ابو حميد؟ يعني الفاكس ده هيرن رنه والثانيه هيفتح، يعني دلوقتي الفاكس ده هيرن رنه. تمام الرنه الثانيه هيفتح فيها، هيفتح فاكس تلقائيا وهيستقبل اوتوماتيك لوحده. طب افرض لا انا عايز اخليه فاكس مكالمات لان ممكن اي حد عايز يكلمني مع تاني رنه هيفتح عليه مكالمه وشايفه ان في فاكس، هتخليه مثلا على 6 كده وتختار تطبيق كده. انت لو حد اتصل بيك وقال لك افتح الفاكس قدامك 6 رنات وبعد كده هيفتح اوتوماتيك لو انت ما لحقتش ترد، لكن لا انا عايزه اوتوماتيك يا ابو حميد ومش عايزه حد يرد عليه، هتختار رنين مكالمات الوارده كده. تمام وتخليها يا واحد يا اتنين يا تلاته، يعني يا رنه يا رنتين يا تلاته اهي. انا على سبيل المثال اخليها اتنين اهي، ثم بنختار تطبيق. بس قبل ما تستقبل اي حاجه في خطوه كده بسيطه جدا هتسهل لك في الاستلام. تمام هنيجي عند القائمه، هنيجي عند اعداد الوظائف، هنيجي عند استلام اعداد التوجيه، هنيجي عند اعداد الفاكس، هنيجي هنا عند التبديل الى الاستلام التلقائي اهي، هتلاقيها جنبها ايقاف، هنختار عادي جدا، نخليها تشغيل ونحددها مثلا نخليها على 7. تمام ونختار تطبيق. تمام هنروح بقى للجهاز اللي احنا هنرسل منه اهوت، الجهاز اللي احنا هرسل منه زي ما انتم شايفين كده، هبعت عادي جدا، هختار الفاكس، هختار هوك، هضرب الرقم بتاعي عادي جدا كده اهو، هنختار ستارت اهو بالطريقه دي كده. هتلاحظ الناحيه الثانيه العلامه دي هتفتح اهي، دي كده استلم الفاكس، يعني استلم امر من الفاكس هيترسل دلوقتي حالا. اللمبه دي طول ما هي بتنور كده معناه ان استلام الفاكس لسه ما خلص، او ما تنتفي زي دي كده معناه ان الفاكس استلم خلاص. تمام انا دلوقتي في انتظار الاستلام زي ما انتم شايفين، هتطبع الورقه بتاعت اللي انا رسلتها من هناك اهي، طبعا طالع عادي جدا، وده التقرير اللي هو الورقه استلمتها. تمام او بيقول لك التقرير نتيجه الاستلام اكتملت مهمه الاستلام التاليه والمرسل ورقم تليفونه وبياناته كده. عرفنا ازاي نرسل وازاي نستلم وشويه اعداد كده، قعدت وقت كبير لحد ما عرفت اظبطهم. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده، اتمنى ان عجبكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.